السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يتشرف رئيس مجلس إدارة مدارس إسباتس الحديثة للغات دكتور شريف توفيق أن يطمئنكم جميعا أن الامتحان سيكون سهلا وفي متناول الجميع، فلا خوف ولا قلق من اجتيازه مطلقا، وأن إدارة المدرسة ومدرسيها يقفون جميعا وراءكم دائما متمنين لكم جميعا السلامة والصحة. والآن سوف نتناول شرح نص من مكارم الأخلاق للصف الأول الإعدادي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. معاني المفردات: نقص بمعنى قل، عكسها زاد. صدق ما يعطى على وجه القربى لله، والجمع صدقات. عبدا المراد إنسان، والجمع عباد. عفوا التسامح واللين، والعكس خصومة وقسوة. عزا المراد إكراما، وعكسها ذلا. تواضع البعد عن التكبر، وعكسها الكبر والتكبر. أحد اسم للمخاطب للمذكر، والجمع أحاد. رفعه بمعنى أكرمه وأعلى منزلته. يدعونا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى التصدق على الفقراء والمساكين، ويبين لنا أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، ويبارك الله فيما بقى، ويدعونا إلى التسامح والعفو عن المسيء ليقتلع جذور العداوة بين الناس، ويدعونا أيضا إلى التواضع وعدم التكبر على الآخرين. وهذه الصفات تؤدي إلى أن يسود المجتمع علاقات الحب والصفاء والود والإخاء، مما يساعد على زيادة الإنتاج في المجتمع. من مظاهر الجمال في هذا النص: أولا، ما نقص مال من صدقة، أسلوب نفي بما غرضه التوكيد على زيادة الأموال عن طريق الصدقات وليس نقصانها. صدقة جاءت نكرة للتعظيم والعموم والشمول. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، أسلوب قصر عن طريق النفي والاستثناء غرضه التوكيد. ما تواضع أحد لله إلا رفعه، أيضا أسلوب قصر عن طريق النفي والاستثناء غرض التوكيد والتخصيص. نقص وزاد، وتواضع ورفعه،